فعلا نضجت القضية بهذا الاتجاه، أما زالت هنالك عقدا قد تشكل يعني تأخرا في هذه المفاوضات أو قد تلغيها؟ كل التسريبات حتى الآن من عدة جهات معنية بهذا الاتفاق، سواء من لبنان أو من تل أبيب أو أيضا من باريس وواشنطن، تعطي مؤشرات بأنه الاتفاق بأنه حصل تقدم جدي في موضوع الاتفاق، وأصبحنا في الربع ساعة الأخيرة، حتى أن هناك معلومات تم تسريبها نعم. عن الرئيس نبيه، تسريبها عن الرئيس نبيه بري بأنه الاتفاق قد يتم إعلانه خلال 36 ساعة. نعم. وكذلك الأمر، هناك اجتماع غدا للكابينات المصغرة الإسرائيلية من أجل نقاش هذا الاتفاق والمصادقة عليه، ومنذ قليل حصلنا على بعض المعلومات نعم. بأن نتنياهو سوف يقوم باجتماعات فردية مع كل وزير في داخل الكابينات من أجل كي لا تحصل مفاجآت في التصويت خلال اجتماع الكابينات، وذلك من أجل إقناع جميع الوزراء بهذا الاتفاق. وهناك تصريح لافت أيضاً للشخصيتين الأكثر تطرفاً في إسرائيل، ألا وهما سموتريتش وبن غفير، بحيث أعلنا بأنهما يعارضان هذا الاتفاق، ولكنهما لن يقدما على خطوة قد تؤدي إلى فرض الحكومة. هذا يعني بأن هناك ضوء أخضر من قبلهما باتجاه السير بهذا الاتفاق، وتبقى هذه المزايدات ربما للأمور والسياسات الداخلية في إسرائيل.